أما الاستعاذة فقوله تعالى فهي مشروعة كما قال الله جل وعلا: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، وقال تعالى: فاستعذ بالله. فهذه الاستعاذة معنى الاستعاذة أعوذ، يعني ألتجئ إلى الله جل وعلا من عدوي اللدود وهو الشيطان الرجيم، يعني البعيد عن رحمة الله جل وعلا. والاستعاذة هي استفتاح للقراءة، وهي سنة مؤكدة، لا تجب لكنها سنة مؤكدة، فكل من قرأ القرآن في الصلاة وخارج الصلاة يستحب له أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، ولها عدة صيغ. الصيغة الأشهر هي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهي الثابتة لجميع القراء، وهي أشهر الصيغ عند العلماء. ومن الصيغ الصحيحة: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن الصيغ الصحيحة أيضاً: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. فهذه عدة صور للاستعاذة كلها صحيحة. ثم تقول: بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هي من القرآن الكريم، وهي آية من القرآن الكريم، لكنها آية مستقلة تستفتح بها جميع السور ما عدا سورة براءة، سورة التوبة، وليست من الفاتحة في قول جمهور العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ولهذا جمهور العلماء على أنه لا تجب قراءتها في الصلاة، ولا يسن الجهر بها في الصلاة، وإنما تقرأ سراً، لكن من جهر بها فلا حرج عليه، ومن تركها سهواً أو تركها عمداً فلا حرج عليه. طيب، متى تقرأ البسملة؟ تقرأ في بدايات السور فقط. من قرأ في أثناء السورة، مثل قرأت آية الكرسي، قرأت آخر سورة البقرة، قرأت ما تيسر من القرآن من غير بداية السورة، هل تبسمل؟ قولان للعلماء: الصحيح وقول الجمهور أنه لا تبسمل هنا، لأنه البسملة مرتبطة بأوائل السور. مما يتعلق بالبسملة من الأحكام أن البسملة ليست ذكراً مستقلاً، فمن البدع المحدثة أن تذكر الله بالبسملة كما يفعل الخرافيون والصوفيون، يجلس ويقول: بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، أو بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله. هذه بدعة ضلالة لا أصل لها. إنما البسملة مقصودة لغيرها، تستفتح بها قراءة القرآن، تستفتح بها الكتب، تستفتح بها الدروس، تستفتح بها المحاضرات، فهي مقصودة للبداءة بأمر مهم. وفي الحديث المروي من طرق: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله، وفي لفظ بحمد الله، وفي لفظ بذكر الله فهو أبتر، وإسناده ضعيف، وحسنه بعض أهل العلم بمجموع طرقه. ومعنى بسم الله الرحمن الرحيم يعني باسمه جل وعلا أبتدئ القراءة متبركاً باسمه جل وعلا. ومعنى الرحمن اسم من أسماء الله جل وعلا متضمناً لصفة من صفاته، وهي صفة الرحمة، نثبتها لله جل وعلا ثبوتاً يليق بجلاله جل في علاه، وهذه رحمته يرحم بها عباده. والرحيم هكذا هو أيضاً اسم من أسماء الله جل وعلا، والفرق بين الرحمن والرحيم مع اشتراكهما في المعنى أن الرحمن رحمة عامة، وأن الرحيم رحمة خاصة، قال جل وعلا: وكان بالمؤمنين رحيماً.